متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم طلبتوا منا تصوير الطيور أبو نشوة. إحنا الآن أبو نشوة، هذا الوجبة هاي هسه اللي قدامي، هذا البرج شو مخلي بيه؟ هذا مخلي بيه بس تور، وعندي بيه زوج دايات. دايات؟ دايات. من رخصتك، تور لو تار؟ والله هو حسب اللفظ، يشوف أي واحد يلفظ اللفظ اللي يريده. يعني وهن تار على المنطقة. هن تار، إيه. هذا التار هو تار، بس بباكستاني برخت بأشكال. يعني هسه هاي مو نوع واحد. مو نوع واحد. بس هو كله تار. تار. ها. أيه. هسه متابعينا هم راح يشوفون النوعيات اللي. إيه هسه مثل ذيك الكبيرة الملحة، هاي داية. ها داية. إيه. شنو يعني إيش تقصد بداية؟ داية يعني هاي بس أخلي جواها أبيض. ها تطلع من عندها. أطلع منها فراغ. نعم نعم. إيه. أيه. هذه هسه دا اصور بيها هذيك اللي قافه على البيضي. ايه هسه هاي تار. تار شنو تار؟ هذا نوعيته باكستاني. هذا باكستاني. اي زين. أي. البقيه هسه اللي دا تظهر بالصوره، تعال شوفها بالصوره انت، هاي شنو؟ باكستاني. نفس الشيء. هذه هم تار، هاي سود عبالك. اي هم تار. هاي هم تار. اي اي هم تار. زين، شنو خواص التار؟ يعني شلون نفرقه عن البقيه؟ والله استاذ، هم التار هذا النوع ماله. ايه؟ هو هذا الشكل ماله. ايه؟ يعني بانواع شنو، الرخت بالملبوخ بابيض وبس راس ازرق، بابيض وبس راس اصفر، بابيض وبس راس احمر. ها انواع. ايه؟ التار. انواع التار. زين، بس هو كله نوع واحد، يعني كله تار. نعم. زين ابو نشوه، هذا البرج انت هسه، هذا ذاك راح رحنا من عنده، هذا البرج الثاني. ايه. اي هذا شنو النوعيه اللي مخليها بيه؟ والله هذا حمر استاذ. اي حمر اصايل. والله استاذ احكي لك اياها. ايه؟ اني لانه وقت موسم، طبعا انا اللي احبه بيك ابو نشوه. ايه؟ هو المصداقيه. ايه؟ انت صادق باللي تتفضل بيه. الحمد لله. اي هسه هذا وقتها، هاي افراخ خرجتها هسه، جاي اخرج بيها. ايه؟ بس مو حلوه، مو كلها حلوه. ها ها. لان طير مو حلو، لان موسم وتعرف استاذي تخبط وتروح، وحرامات يروح الاصيل. يروح اصيل وغاليات اللي تروح الحمر الاصليه. نعم. اي فهسه انا هاي بها دلع. اي وبها اشعله مثل ذاك الجو. نعم. هذاك الاشعل الجو. اي يعني من الاخير اجيك الطير مو حلو. ها ايه. بالنسبه للحمر الطير مو حلو. اي وقت اللازم يجيك حلو، واللي اذا يروح منك مو حلو مو حرام. محسبها خوش حساب ابو نشوه. ايه. ممنون منك، ممنون. ننتقل للبرج الاخر. هذا برج الزواج اللي عندك. هذا برج الزواج. طبعا انت ما شاء الله يعني زواج لك نوعيات اصليه. الحمد لله. اي موفق ان شاء الله. هسه بالموسم يعني خبطتها نثاية وفحلة. اي واحد هم يطلع من خطيتها. ايه نثية وفحل. نعم. ولان راح تصير بعد تقريبا اليوم مش قد بالشهر 21. ايه يعني بعد 21/9 بعد فد 10-15 يوم راح نبدا بالمسافات القصيرة. ها راح تبدي يعني يبدي الموسم. الموسم مسافات القصيرة. بس انت هسه هذا هسه قلنا هو برج مالطين، بس لو مخلي له ترايش بالنص. والله استاذ هو يراد، انا اقول لك، وخاصة هسه لما انخبطتها النثية والفحل صار انا هواية يعني. ايه؟ يراد لهن. نعم. ايه. ابو نشوة بس عندنا سؤال دائما يردنا بالتعليقات. يعني شلون الطير الجلدة؟ هذا مصطلح التجليد اول مره، هو شنو يعني؟ شنو معناه استاذ؟ الطير يرحم عليك يعني. يعني معناته يرحم. ايه؟ عليك. ايه؟ يوالف هنا ويا طيورك يعني. ايه؟ نقصد يجلد يوالف. يجلد يعني ترحمه عنده، ترحمه على المكان. ايه؟ زين، شلون طريقه ترحمه على المكان؟ والله استاذي هو انا اقول لك، اذا تريد يعني تسنى على اي طير لو عزاجل. عزاجل بالله خصوصا. الزاجل احسن شيء اذا تريد يصير مالك تجيبهم طينات. طينات شنو يعني تقصد طينات؟ يعني فرخات ما طايره. انت لا تذب لي مصطلحات انا ما اعرفها. طينات يا متابعينا تعرفون طينات؟ اي تفضل. اي طينات يعني افراخ تو ينزل بعده ما طالع، هذا طينه. ها.
تبدي ويا هذا. هذا من يطلع من يمك هو ايه؟ طلع عندك. هذا هم بداية تعلم البيئة مالته طلعة شوية شوية. ليش أقول لك طينات؟ إيه. هنا من أول ما يريد ينزل من العش ايه؟ بالغرفة أنت هذا طينة أخذه. يفتح عيونه على المكان. ايه؟ على البرج مالته. أول ما يريد يطلع من البرج مالك للسطح هو مفتح عيونه عليه. هذا إذا تريد تربية يعني إيه؟ إذا زاج الكبير ومعتز به. او تريد هم الجلده تريد الجلده هم خوش اي اي خوش فقره هاي اي قصه وزوجه تقصه والزوجه تقصه والزوجه اذا زوج اذا هو يتاخر ها الزاجل الاصلي ما يزوج يمك من المحتمل ويعني للجنايه الصحيحين يعرفون الزاجل الاصلي اي يعبر السنه هو صافن صافن خانس خانس أهم قسم يسألوننا على هذا إيه خانس إيه خانس الدحق عليه تقول هذا نثية بيهم أكو جماعة لما أحد شيء دحق عليه يقول لي هذا طيرك خانس إيه بس ترى هو فحل يقول لي لا هاي زاجلة مستفحلة أقول له مو مستفحلة تابع إيه من تاكل يقتل طيور ويسووا هاي بس يم يم يعني الجناي صافن شيء كبير إيه لمولا ويضرب الكتمان إيه يضرب الكتمان ورا لا. فترة وخاصة إذا موسم هياج ايه لا يهيج ها من يزاوج وانت قاصة لا تهلسه هو يتلك ريشة ريشة ايش تقصد باللي يتلك؟ يعني يقوم يوقع ريشة وتخرب ها الريش القديم يوقع اها يقوم يشيل روحه هم. بس لا تفرده يعني مو لما نزاوج ووقع ريشة وقام يريد يطير تفرد من غير نثية ده الزوجة نثية بس تفرد يروح لحله أها بس تفرد اللي زوجها تركه بعد هو اختار لما تصير هي هو اختار هو اختار هو ممنون أبو نشوة قسم من متابعينا يسألون ليش بعض يعني بعض الحمام ما يتزاوج بسرعة يتأخر أنت برأيك شنو والله برأيي هو استادي هو يضربه كتمان أي زين أي بيهم يقول اخذ له محفز ايه وانا جربت هالمحفز جبت محفز جبت محفز ايه يذب كل الريش اللي براسه ايه وهو ضارب الكتمان الا هو من تلقى نفسه اها ايه ويتاخر زين ابو نشوى شنو نصائحك لمربي الحمام والله استاذي انصح لا يكثر هنا بمكان صغير ها يعني يعني مكان مو كثافه هواي ايه كثافة يخلي بالبرج يصير نفس وكذا هواي وهم تكثر الامراض والعدوى ايه تكثر اي لان طيور يصيرن هواي نعم اذا عنده طيور هواي خلي يسوي مسافه اكبر زين بعد اي النظافه نظافه الابراج نظافه الابراج ايه يعني خلي احنا نحكيها الصراحه نعم مو جاي الطير وذابه خلي يخلي ايده وياهن نعم يعني مثلا ذبلهن مي قليل ايه وراح بعد للعصر هو ما شافهن اكثر لهن مي نعم لان جو حار زين بالشتاء بالشتاء هم تغطون الابراج من البروده خصوصا ايام البرد والله القويه ايام البرد انا عندي كيبل مسوي كيبل؟ بكيبل ايه افره على الابراج من هناك من يم هاي الغرفه واجيبه وافره عمود من اضربهم بطانيه لما أهدس الجو شمس وهاي يلا أواخر إذا الجو ما يسمح وبارد أشعل قلوب أذبك أها أي خطية باردة عافية أي أي صحيح متابعينا إن شاء الله استمعتوا لنصائح الأخ الشيخ أبو نشوة اللي حدثنا عن الحمام وشفتوا الأنواع الموجودة عنده نتابع تعليقاتكم وملاحظاتكم وكذلك أبو نشوة ويانا ترى يتابع التعليقات تعليق بتعليقه تابع أبو نشوة إيه الحمد لله أوكي ممنون جدا بارك الله بك الله يحفظك.